السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن اصابات الركبة، مين اللي هيبقى ماشي علاج تحفظي اللي هو الدواء والعلاج الطبيعي، ومين اللي ممكن يبقى محتاج منظار. الركبة عندنا فيها غضروفين، غضروف على شكل هلال اسمه جوه وبره، وظيفتهم ان هم يوزعوا الوزن بتاع الجسم على الركبة بالتساوي. عادة بيحصل فيهم مشكلة من اتنين، المشكلة الاولى ان يبقى فيهم قطع او تآكل. لما بتحصل المشكلة دي بتعمل اعراض، الاعراض دي زي الالم، الورم، او يحصل الاعنف بقى خيانة او التعليق. الألم والورم مفهومين. المشكلة عندنا في الخيانة، الخيانة دي ممكن بس يبقى في الألم، الركبة نفسها مش ثابتة، الركبة بتفك تحتية، ممكن يكون بس مجرد من الألم أو ضعف في العضلة الرباعية أو في شوية أربطة تانية فيها مشكلة. الكلام ده طبعا ما بيبانش إلا بالفحص، أو إن يبقى فيه اللي هي التعليقة. التعليقة دي ان حركة الركبة، يعني وحضرتك بتحركها من الفرد للتانية او من التانية للفرد، في حاجة بتصد في الركبة من جوه، غالبا غضروف ومقلوب. فساعتها درجة الاعراض دي احنا بنحدد على اساسها العلاج. يعني العلاج الأعراض دي زايدة قوي بزيادة، يبقى محتاجة طريقة من العلاج متقطعة. يعني مين اللي هيمشي على العلاج التحفظي بالنسبة للغضروف الهلالي؟ العلاج التحفظي واحد عنده الأعراض بتاعته قليلة، ما عندوش بتروح وبتيجي مش ثابتة، أو إن القطع بتاعه قطع صغير، عادة بتمشي تحفظي. كل الغضروف الهلالي معظمه بيتعالج علاج تحفظي، بنجرب مع علاج التحفظي 3 شهور 4 شهور زي ما ربنا يتم شفاء. الأعراض دي زايدة بالقوي أو القطع كبير، مفيش أي تحسن في الأعراض بالرغم من العلاج التحفظي اللي هو سواء كان بالدواء أو العلاج الطبيعي، لا ساعتها ممكن نبقى محتاجين منظار. التعليقة غالبا بيبقى الغضروف مقلوب لجوه. لو الغضروف مقلوب لجوه بصراحة العلاج التحفظي ما بناخدش فيه راحتنا قوي في الوقت، لأنه طول ما هو مقلوب بيقعد يعض ويتعب الركبة من جوه. هنبقى نتكلم على موضوع الغضاريف المبطنة للركبة بعد شوية، فبنبقى محتاجين ان احنا نسرع شوية. العلاج الطبيعي أساس في كل شغلنا، سواء احنا ماشيين علاج تحفظي او علاج جراحي. طيب العلاج الطبيعي ما ينفعش يبقى على الركبة بس، الركبة وكمان مفصل الفخذ، الطرف الجسم كله بيشتغل كوحدة واحدة، ما ينفعش اشتغل على عضلات واسيب عضلات. العلاج الطبيعي برضو مش هو لمبة حمراء وصفراء وكمادات لا، ده احنا لازم نشتغل على عضلات معينة، مثلا العضلة الرباعية، العضلة الخلفية، العضلات الجانبية، وبنقويها وبنعمل لها استرتش. المنظار ده بيبقى بفتحة صغيرة بتدخل عدسة صغيرة وبتعمل غسيل، بتستخدم ممكن من 5 ل 15 ازازة محلول، فده بيقلل نسب التلوث بتاعه العمليه لتقريبا صفر. احنا بنسميها كلين سيرجري، يعني ما نبقاش خايفين من ان يحصل لا قدر الله تلوث وكلام زي كده، وبرضه بنعمل بعدها علاج طبيعي. يبقى احنا طلعنا من اول نقطه دلوقتي ان على حسب الاعراض عاليه ولا واطيه بنشوف اذا كنا هنعمل علاج تحفظي ولا علاج بالمنظار. والتعليقة اللي موجودة دي بتخلينا بيبقى ميالين شوية ناحية العلاج بالمنظار عشان نستأصل الجزء اللي مقلوب ده. الرباط الصليبي الأمامي، الرباط الصليبي الأمامي ده
لو مفيش خيانة اللي احنا كنا قلناها قبل كده مع اللفة، يبقى مفيش داعي ان احنا نعمل اي حاجة. يعني لازم عشان يبقى في رباط صليبي، لازم يبقى احنا ما بنعالجش اشعاعات، يعني مش شرط يبقى الاشعة مطلعة لي قطع، ده احنا لازم نعمل رباط صليبي. الكلام ده مش مظبوط. احنا بنعالج مريض، المريض لازم يشتكي نتيجة للمشكلة اللي عنده. يعني لو انا عندي رباط صليبي مقطوع وما عنديش، يبقى الجسم ما عنديش اللي هي الخيانة اللي مع اللف، يبقى الجسم متعامل معاه ما فيش فيها مشكلة، خلاص هنكمل على الوضع ده، هنكمل علاج تحفظي اللي هو الدواء والعلاج الطبيعي بشكل معين. طب لو عندي الخيانة دي اللي هي مع اللفة، لا حضرتك هتبقى محتاج، بس انت برضو مش هتعمل، هنرجع تاني لموضوع العلاج الطبيعي، انت محتاج في الرباط الصليبي بعد العلاج الطبيعي بعد العملية من 3 شهور ل6 شهور ما بين علاج طبيعي وفترة نقاهة. فانت لو ظروفك مش سامحة وقتيا، الوقت بتاعك مش سامح انك تمارس العلاج الطبيعي بحذافيره، يبقى ما تعملش العملية. الرباط الصليبي السليم اتقطع، فما بالك باللي احنا بناخده من الفخذ عشان نزرعه مكانه، بياخد وقت عبال ما يخش في العظم وياخد سمكه والجسم يتفاعل معاه. لو عملت اي حركة بعد العملية غلط، الرباط هيتقطع تاني. فحضرتك لازم تبقى ملتزم يبقى احنا طلعنا موضوع الرباط الصليبي دوت بنقطتين. النقطة الاولى ان احنا لازم يبقى في خيانة في اللفة. خيانة في اللفة ديت يعني وانا طالع من الـ يعني انا ماشي في طريقي، جيت لفيت يمين او شمال، ركبتي مش ثابتة، محتاج ان انا اركز جامد قوي عشان اسيب الركبة في مكانها. ساعتها احنا دي اللي هي الخيانة اللي مع اللفة، يبقى ساعتها محتاجين منظار نعيد البناء. طيب الموضوع الاخير ان يبقى في ضعف او تقرحات الغضروف المبطن، العظمة الفخذ من اخره من تحت، عظمة الفخذ وعظمة الساق متغطية بعظمة، العظمة دي اللي هي زي القرقوشة، غالبا من ان انا سايب نفسي الفترة اللي فاتت دي، الركبة لما ما بتبقاش ثابتة في مكانها الغضروف بيتنحل من كثرة الحركة اللي مش سليمة، بيحصل فيها تقرحات، والتقرحات دي علاجها رخم جدا ومش سهل. يعني طرق علاجها كتير، ابسطها ان احنا بنعمل تثقيف في العظم بحيث انه يدخل شوية دم يطلع لي نسيج اشبه بالنسيج اللي هو الطبيعي بتاعنا. فترة العلاج الطبيعي بعديها برضو بتبقى كبير، بس احنا ما بنحملش نهائي، غير يعني رباط الصليبي احنا بنعمله بعد اسبوع بنبتدي جلسات العلاج الطبيعي. موضوع التقرحات دوت احنا ممكن ما نحطش رجلنا على الارض 6 اسابيع واكتر كمان، عبال ما على امل ان يطلع الغضروف اللي هو اشبه بالغضروف الطبيعي. طيب الكلام اللي انا بقوله ده، الهدف من الفيديو مش ان احنا نشخص او نعالج نفسنا، الهدف بس ان انا اعرفك تفكر ازاي صح في نفسك في حالتك. هل حضرتك مستعجل، انا عندي الم وعايز اخلص بقى وعايز اعمل عملية، ولا حضرتك مأخر نفسك ولا انا مش هعمل عملية. اللفظ بتاع ان انا ما عملش عملية عشان فلان عمل عملية والدنيا ما مشيتش كويس، او ان انا هعمل عملية عشان فلان عمل عملية وبقى كويس، الكلام ده كلام مش مظبوط. الاشعاعات، الكلام اللي انا بقوله دوت في السن اللي هو لغاية ممكن لغاية 45 سنة، بس انا بلاقي ناس جايبة 60 سنة وعاملة اشعة رنين وبتقولي فيه غضروف. غضروف ايه؟ مش انا مش مستني ان الغضروف يبقى سليم، مش الطبيعي ان الغضروف يبقى سليم في السن ده، مش هو اللي عامل الكلام ده. موضوع ان احنا نفحص الركبة كويس ونقارنها بتحليل الشكوى وبعد كده نرجع للاشعة، ده مهم جدا. فرق السن نفسه
بيفرق من واحد لواحد في طريقة العلاج. القطع في الغضروف معظم الحالات بتمشي بالعلاج التحفظي، حجم الأعراض نفسه هو اللي بيحدد طريقة العلاج. الأعراض عالية قوي ومش هتستجيب لأي حاجة، فكر في إن ممكن يبقى إحنا محتاجين حاجة تانية. طيب إحنا لسه في أول الطريق، لسه ما عملناش العلاج الطبيعي كويس في مراكز موثوق فيها، يبقى لا، ما تستعجلش إن أنت تعمل حاجة. البالانس ما بين الاتنين، حط نفسك في المكان اللي صح. إصابات الركبة كبيرة كتيرة، احنا ان شاء الله هنعمل كل يوم اتنين بإذن الله فيديو زي ده توعوي، بس يدي فكرة عامة عن الموضوع. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.